في النيفو في المستوى الخامس ما لا تجده في ماستر دو في الهندسه المعماريه. تبارك الله يوصلوا انه ينجز لك مشاريع تصاميم من الصفر، يحكم ارض بيضاء، ينجز لك مشروع ويدير لك التجزئه تاع ويدير لانيماسيون. معناه راه عندنا مستوى الحمد لله، وهذا الشيء بفضل التوجيه تاعك، هذا بفضل حافظوا على الطابع المعماري تاعنا تاع المنطقه الجنوبيه.